الدكتور محمد مجدي النجار، استشاري جراحات الشرج والمستقيم، عضو الجمعية الأوروبية لجراحات الشرج، مدير مؤسسة هيموكيور لعلاج أمراض الشرج والمستقيم. أهلا بكم. النهاردة لقاء من طراز خاص، لقاء طبعا من أصحاب المقام الرفيع في مجال، الحقيقة أنا عايز أقول يا جماعة أنه مجال الانوريكتال سيرجري او جراحات المستقيم او جراحات المستوى المنخفض من الجهاز الهضمي، ده اسمه اللور جي اي تي، دي لفتره طويله جدا كانت الثقافه المصريه فيها قليله. الناس ما كانتش عارفه ايه هو الناسور مثلا، ويترددوا جدا في الذهاب، وكان الثمن بيكون غالي جدا. ما كانتش الناس عارفه ايه هي البواسير، وايه هي الدرجات اللي تتعالج علاج جراحي. والناس ما كانتش عارفة الأهم من كده، اللي فهموا بقى الناسور واللي فهموا البواسير ومروا بتجربة جراحية وعلاجية مزعجة، ما شافوش التطور المذهل في عالم الجراحات، وإزاي الليزر غير وجه هذه الجراحات وأصبحت بعد ما كانت جراحة، مش هنقول ضد اليوم الواحد، جراحة المدى الطويل في الريكفري، في الاستشفاء، في ان انا هقعد في البيت، في ان مشاكل الجراحه هقعد اعالجها، مضادات حيويه، لا، بقت جراحات مش بالشكل ده، اقل كثيرا. صحيح في كيسز منهم ممكن تقعد كده، العلم في كل حاجه، خلي بالكم يا جماعه، العلم الطبي في كل الاحتمالات. مفيش في العلم الطبي كلمه اقول لكم ايه الموضوع ده بسيط جدا او الموضوع ده صعب جدا، قد يكون بسيط في بعض الحالات، قد يكون مضاعفات ومشاكل في حالات ثانيه لو اهملت. فالنهارده هنستمتع بحوار من طراز خاص جدا، زي ما قلت لكم، في واحده من الجراحات اللي انا بعتقد اللي لينا الحمد لله رب العالمين ثواب كبير عند ناس كتير جدا، ان احنا نقلنا لهم ثقافه. وضيف العزيز هو واحد من رواد هذا المجال اللي عملوا هذا الجهد، فانا بشكره مقدما على هذا الجهد الكبير، واحد من النجوم هذا المجال، مجال النجوم الطبيه يعني لهذا المجال، ضيفي العزيز الاستاذ الدكتور محمد النجار، استشاري جراحات الشرج والمستقيم، وعضو الجمعيه الاوروبيه لجراحات الشرج، والمؤسس لهيموكيور، مؤسسه هيموكيور لعلاج امراض الشرج والمستقيم، من المؤسسه الشهيره. اهلا بيك يا دكتور. اهلا دكتور ايمن، ازيك؟ وحشتني خالص. الله يخليك انت اكتر. انا بشكرك اولا على المجهود الكبير طبعا اللي انت عملته في التثقيف لهذه المجموعه المرضيه. الله يخليك. هو المجهود ده بتاعك؟ لا ده بتاعك الحقيقه، يعني لانه، وانا اسمح لي اشكرك يعني على اللي انت عملته الحقيقه على مدار السنين اللي فاتت. احنا اتكلمنا في حاجه لو حضرتك تفتكر من سنين، انه ما كانش حد يعرف حاجه ابدا عن الحكايه دي. كانت الناس تبقى عندها الام وعندها امراض صعبه جدا، ويمكن التشخيص يبقى غلط، ويمكن المريض مش فاهم قوي او حاجه. لكن الحقيقه يعني انا اشكرك ان قدرت تنقل الناس لثقافه عظيمه جدا، وبداوا يعرفوا، وبدات الناس تيجي العيادات مشخصه نفسها وعارفه هي عندها ايه وكل حاجه، ويقول لك انا شفت حد بيتكلم على الحكايه وكل حاجه. فالحقيقه يعني الوعي اللي حصل في الحته دي كان وعي عظيم جدا، وبدا ثماره تبان، وبدات الناس تعرف، وبدات الناس تفهم، وبدا اللي عنده ناسور شرجي يبقى عارف انه عنده ناسور وما ينفعش يسيبه، وبدا اللي عنده بواسير عارف هو عنده ايه، وهكذا. يعني بدات الناس تاكل صح شويه، بدات الناس ما تعملش عادات غذائيه غلط وحاجات زي كده. حاجه عظيمه جدا، اشكرك عليها. يعني اشكرك شكرا جزيلا، انت اللي قدمت كل هذا الجهد وكل هذا التواجد الرائع جدا، والعمل كمان اللي فيه مكيور ما شاء الله بيتطور، يعني بتطور يعني اب تو ديت الحمد لله على مدار الساعه. صحيح. عايز ابدا بالناسور، كلمه على فكره كانت غامضه عند ناس كتير، وما زال برضه كتير. صحيح. من الناس ما يعرفوهاش. الناسور عباره عن فتحات موصله ببعضها بالتراك. اذا قلنا ان هو جنب الشرج فنسميه ناسور شرجي. اذا قلنا ان هو في المنطقه السفلى من الظهر عند منطقه العصعص فنسميها ناسور عصعصي. اذا جه عند السره فنسميه ناسور سري. فناسور بالمعنى العام هو عباره عن فتحه وفتحه على الجلد من بره، وما بينهم تراك او قناه من النص. الاغلب واللي بنشوفه كتير هو الناسور الشرجي او ناسور عصعصي. خلينا نبدا بالناسور الشرجي. ناسور شرجي يعني عباره عن فتحه داخل فتحه الشرج وفتحه خارج فتحه الشرج، وما بين الاثنين تراك او قناه. يبدا الحكايه دي بابسس، ببيري انال ابسس، بخراج جنب فتحة الشرج. إذا أهمل الخراج وما تفتحش بشكل سريع، البكتيريا تجري وتكستند وتعمل تراك، ويبقى اسمه بيري انال فيستولا. لكن إذا فتحنا الخراج على طول، وفرصة نقول للناس إنه أي حد عنده بيري انال فيستولا، عنده بيري انال أبسس، عنده خراج جنب الشرج، أي حد حس بوجع غريب فجأة، مش الوجع حتى المعتاد عليه أو حاجة، لابد نروح لدكتور، واذا لقى خراج لابد الدكتور يفتحه على طول. مفيش حاجه اسمها ناخد مضاد حيوي وحاجات زي كده، لانه هيخلي البكتيريا تجري لفوق وتعمل التراك، ويبقى فيستولا كامله او ناسور شرجي كامل.
طيب بالمناسبة ان الخراج اللي بيجي جنب الشرج ده بيبقى ألم محاد وبيحصل فجأة، يعني اذا واحد ما عندوش حاجة وفجأة لقى وجع عنيف جدا واحنا نسميه سروبنج بين او وجع زي النقح كده، حاجة بتنبض جنب فتحة الشرج، اذا ده حصل فانت اكيد ما عندكش حاجة من الحاجات العادية، مش ما عندكش بواسير ولا عندك حاجة غريبة اللي هي غالبا بتبقى خراج، واذا ما اتفتحش بيعمل الفيصلة. فنسور شرجي يعني عبارة عن فتحة بجوار فتحة الشرج متصلة بفتحة اخرى داخل فتحة الشرج وما بين الاثنين تراك او قناة بتخلي الافرازات تنزل من الفتحة الخارجية. السؤال دايما يعني اللي هو الكلاسيكي، هل يمكن ان يتعايش مريض مع مثل هذه الحالات؟ الحقيقة لا، احنا ممكن نقبل ان مريض يتعايش مع بواسير من الدرجة الاولى او الدرجة الثانية او حاجات خفيفة زي كده، ويقول انه هيعمل لايف ستايل موديفيكيشن، لانه الدرجات الاولانيه من البواسير يمكن علاجها بدون اي عمليات ولا اي حاجه خالص، لكن مفيش ابدا درجات للنسور يمكن علاجها باستخدام الادويه او يمكن علاجها بمرور الزمن، يعني لانه عباره عن بكتيريا، عباره عن باس سيلز، عباره عن خلايا صديديه. اذا انا اسميه دايما او اوصفه ان النسور الشرجي ده عامل زي الشرخ اللي بيجي في ازاز العربيه، انت اول ما بتتخبط كده بالطوبه تلاقي شرخ صغير، سيبوا العربيه دي لحد بكره هتلاقيه كبر شويه، سيبوها لحد اسبوع هتلاقيه كبر خالص لحد ما يوقع الازاز بتاع العربيه. فالنسور عامل كده بالظبط، يبدا سنتي سنتي ونص، نقول للمريض روح اعمل رنين مغناطيسي نشوف النسور ده قد ايه، لاقيه سنتي ونص. المريض يهمل شويه ويجي بعد شهرين ثلاثه نعمل رنين مغناطيسي نلاقيه ب 4 5 سنتي. في الاول يبقى النسور ده سطحي او ليه علاقه بعضلات يمكن ما تبقاش ذات قيمه قوي، يعني اذا اهمل يكبر شويه ويطلع فوق العضلات ويبقى انواع كتيره زي ما هنقول بقى كمان شويه. فالحقيقة ان النسور الشرجي لا يمكن ابدا التعايش معاه، اي مريض عنده نسور شرجي لابد يعالجه، يعالجه باي طريقه ان كانت على حسب نوعه، لكن لابد انه يتعالج، ما ينفعش يتساب ابدا. القصه بتبدا بالانواع والاسباب، في تداخل اكيد بين كلمه نوع وسبب. بالظبط. النسور ده سموه انواع، واحد خواجه كده اسمه جود سالز عمل حاجه اسمها جود سالز رول، قال لك احنا هنسمي او هنقسم النسور على حسب العضلات اللي هيخش فيها. والحكايه دي هو يعني التقسيمه دي يمكن من 1913 ولحد دلوقتي ما زالت معتمده وكلنا بنمشي عليها. اذا كان النسور ده تحت الميكوزا بس، يعني مش واخد اي عضلات خالص، يعني يا دوبك الفتحه اللي بره جنب فتحه الشرج والفتحه اللي جوه مالهاش علاقه مالهاش دبس مش واخد عضلات، نسميه سوبرفيشال فيستولا. نفتحه بالجراحه، نفتحه باي حاجه، نفتحه يعني ايا كان، مش هيحصل منه اي ضرر. طب اذا كبر شويه وخد عضله من اسمها انترنال سفنكتر فيسموه انتر سفنكتريك، يعني واخد الانترنال سفنكتر. نسور سهل، احنا كجراحين نقول عليه سهل، يتعمل بالجراحه، يتعمل باي كان برده سهل، ما هيش قضيه. اذا كبر النسور شويه فيسموه اكسترا ترانس سفنكتريك، يعني واخد جوه الاكسترنال سفنكتر، وترانس يعني عبره، والاكسترنال سفنكتر فيسموه ترانس سفنكتريك، يعني واخد الانترنال وواخد الاكسترنال سفنكتر. اذا كبر عن كده يسموه اكسترا سفنكتريك، يعني فوق العضلات. اذا كبر فوق خالص بقى فوق الفيترو اناي العضله اللي في النص دي، يبقى اسمه سوبرا سفنكتريك، يعني فوق العضله. ولذلك يعني مستويات، يعني على حسب ده تقسيم تشريحي وهو ده ما زال معتمد لحد دلوقتي، يعني مثلا الخط الرفيع الاولاني ده هو اللي بره، ثم يكبر شويه يبقى فوق، وهكذا وهكذا. اوكي. طيب الانواع بتاعته دي مهمه جدا، لان نوع النسور هو اللي هيحدد احنا هنعمل ايه في النسور. طب احنا بنعرف نوع النسور ازاي؟ بالرنين المغناطيسي ولا شيء تاني غير كده. بعض الفحوصات زي مثلا الاندو انال الترا ساوند او حاجه تساعد شويه، لكن مفيش حاجه تقدر تقول النسور ده واخد ايه من العضلات غير الرنين المغناطيسي. طب هل ينفع مريض عنده نسور شرجي يعمل عمليه من غير ما يعمل رنين مغناطيسي؟ غلط. مفيش حاجه اسمها كده، لانه انا مش هبقى عارف، او انا بقى هحط المريض في الحته بتاعه المفاجاه، ان انا اخش العمليات واقول له ده انا اتفاجئت ان لقيت كذا فعملت كذا، وده ما بقاش في الطب ابدا، لانه لازم من حق المريض انه يبقى عارف ايه اللي هيحصل خطوه بخطوه جوه العمليه، ويناقشك وتناقشه فيها، ويبقى عارف هو هيحصل له ايه بعد العمليه خطوه بخطوه. ولذلك الانواع هي مهمه جدا للدكتور قبل ما تبقى للمريض، لانه هو اللي هتحدد احنا هنعمل ايه وهنشتغل ازاي. اسباب النسور مفيش حاجه ابدا غير انه بيحصل خراج جنب فتحه الشرج، لكن ايه اسباب الخراج بقى؟ مليون حاجه، ان يمكن المريض مش واخد باله قوي من الهيجين مثلا، يمكن المريض بيقعد فترات طويله فعنده حاجه اسمها احتباس حراري حوالين الشرج، يعني في حراره دايما حوالين الشرج. يجي عند الناس اللي اكتر اللي يمكن تستخدم الاندروير مثلا او حاجات مصنوعه من البوليستر او الحاجات اللي تسبب دايما في حراره كده او حاجه، فالحراره دي تعمل شويه انفكشن مع القعده الطويله او حاجه، الانفكشن يعمل خراج، الخراج يعمل نسور. فاذا كان في خراج تاني اهو جنب فتحه الشرج لابد يتفتح في ليلتها، يعني ما يستناش ابدا، لانه لو استنى الخراج احنا بنديله فرصه للبكتيريا اللي مش عارفه تطلع لبره دي انها اكستند وتعمل تراك وتفتح في الشرج، تمتد وتعمل التراك، تعمل النفق بتاعها، لا يعمل النسور. بالظبط 100%. التشخيص
هنا بقى نقف. احنا اتكلمنا على الواضح ان الام ار اي هي واحد من ستون كورنر بالظبط. التشخيص يعتمد على على الكلينيكال بيكتشر، على الدكتور شايف ايه وشكوه المريض. المريض اولا هيشتكي من انه عنده شويه ديسشارج، عنده افرازات بتخرج من فتحه بجوار فتحه الشرج. الافرازات دي قد يكون لونها اصفر، وده الاغلب تبقى شويه جرينش لو عليها شويه انفكشن ولا حاجه. قد تكون حتى الافرازات اللي بتخرج دي بعض الفضلات، يعني لو الانترنال اوبننج الفتحه الداخليه دي واسعه هيباس ستول من الاكسترنال اوبننج هيعدي فضلات. مريض يقول لك انا اثناء الدخول الحمام مثلا الفضلات تخرج من الشرج عادي، لكن الاقي شويه خارجين من فتحه جنب فتحه الشرج، فده عنده نسور. طب نشخص بقى نوع النسور ازاي من الرنين المغناطيسي، هو اللي هيقول لنا نوع النسور ونقدر نتعامل معاه ازاي. طيب الناس مثلا اللي مش هتقدر تعمل رنين مغناطيسي، اي حد مركب حاجات معدنيه الشرايح والحاجات اللي المسامير ومش عارف ايه، ما ينفعش يخش الام ار اي، نستغنى عنها ساعتها بالاندو انال الترا ساوند. وبقينا بنعمل حاجه اسمها بروكتوستيشن او جهاز عظيم كده بيسموه بروكتوستيشن عشان نعرف بالظبط نوع النسور بدون ما نعمل رنين مغناطيسي. ينفع في حالات ان المريض ما يقدرش يعمل رنين مغناطيسي، لكن التشخيص يعتمد على وصف الحاله من المريض وعلى شطاره الدكتور وعلى الفحص بالام ار اي او الرنين المغناطيسي. انا بحب التاريخ، عايزين نحكي بقى تاريخ علاج النسور. اكيد يعني في حاجات اثريه ما زالت بتحصل لحد دلوقتي. كان الرومان زمان اول ناس عالجت النسور الشرجي ده، وكانوا كان عندنا حتى كنت هجيبها لك صوره حلوه قوي في تكست بوك امريكاني كده، حاطين واحد روماني وبيعالج الواحد نسور، فحاطط حديده كده والله ما بارك. احنا موجود لحد دلوقتي الاله دي اسمها بروب او بيسموها بالعربي مسبر، تدخل من الفتحه الخارجيه والفتحه الداخليه وجايب سكينه كده وروح جاي قاطع الحته دي كلها لبعضها. ما زال هذا التكنيك اللي يمكن واحد يشوفه انه حاجه عنيفه جدا ما زال بيحصل، وسموه في الطب فيستليكتومي او فيستلوتومي، ان ندخل بروب ما بين الانترنال اوبننج ونفتح الحته دي لي اوت التراك وننضفه وحاجات زي كده. هو ده الاجراء الجراحي التقليدي اللي لسه بيحصل لحد دلوقتي، وانا في اللحظه اللي بنتكلم فيها دي في 20-30 الف عمليه بتحصل بهذه الطريقه. ما يهمناش اذا كان النسور صغير، اذا كان سوبرفيشال او واخد حته من السفنكتر صغيره او حاجه ما يهمش، هنقطع ايه ما يهمش. السفنكتر اللي هو الصمام، الصمام المسؤول عن التحكم في التبرز. ما يهمش اذا كان النسور ده بره العضلات دي، لانه حتى لو عملنا جرح ما يهمش هيقفل. طب اذا كان بقى التراك ده جوه العضلات، هل يجوز ان احنا نعمل الفيستلوتومي ده او الفيستلكتومي العادي ده؟ لا يجوز طبعا، لانه هنخلي المريض في حاله من الريسك ان يجي له انكونتيننس، ان يجي له عدم تحكم في مرور البراز. مر التاريخ بقى بالحكايه دي، وبداوا شركه من الشركات تفكر انه من الشركات العالميه يعني تفكر انه ده تراك، طب ليه ما نقفلوش؟ فتعالى نخترع حاجه اسمها جلو، ماده طبيه كده زي الصمغ تدخل جوه التراك تقفله. لقوها افشل حاجه لانها بتخلي الانفكشن الناحيه الثانيه فتعمل ابسس قد كده، فبطلوها. فجت الجماعه بتوع المناظير قال لك طب ما نعمل ستابلر يخش ندبس الفتحه الداخليه بتاعه النسور، فيبقى ما فيش حاجه بتخش من الناحيه دي وده يقفل. لقوا انه برضو ما بيخفش لان التراك ما زال موجود. الى ان تطورت الحكايه بقينا بنعمل حاجه عظيمه قوي اسمها الليزر. وبعد الليزر بقى في شويه حاجات كمان، خلي بالك الليزر فكرته انه احنا قلنا ان الحكايه كلها في التراك. طب ليه بدل ما نشيل نقطع التراك ونقطع الحته اللي حواليه، طب ما نشيل التراك نستأصله من جوه التراك نفسه، وكاننا بنخش بحاجه بالظبط تقفل التراك وتشيله وتقفل التيشو حواليها. لقوها حاجه حلوه جدا الحقيقه، ونتائج عظيمه جدا مع استخدام الليزر. سموا العمليه دي اسمها فيلاك او فيستولا تراك ليزر كلوجر، تعتمد ان احنا هنقفل الفتحه الداخليه بتاعه النسور ونقفل التراك باستخدام الليزر. النتائج كانت عظيمه جدا، بنوصل لدرجه نجاح 80-85%. وصلنا بقى لدرجه نجاح كبيره جدا لما استخدمنا حاجه اسمها فافت. هو احنا هنا خلي بالك، تعالى نقول ان ده مريض وعنده خراج بجوار فتحه الشرج، واحنا هنخش نعمل له العمليه دلوقتي. فتحنا الخراج ونضفناه وركبنا سيتون. سيتون ده مصنوع من السيليكون كده، لان في ناس بتستسهل فتحط شويه خيوط برولين او حرير او كلام زي كده، كلام فاضي طبعا، لكن ده السيتون الحقيقي اللي هو مصنوع من السيليكون. صحيح هو غالي شويه، لكن وظيفته مفيده جدا انه بيخلي التراك يقفل على بعضه، يعني لو حطيناه فرصه قبل الليزر. ثم هنقفل الفتحه الداخليه بتاعه النسور باستخدام فايكريل مثلا او خيط قابل للذوبان، ونقفل التراك بعدها باستخدام الليزر بعد ما نكون احنا اوريدي قفلناه من جوه. بعد ما نبقى قفلناه من جوه اجراء عظيم جدا طبعا، وزي ما بقول لحضرتك نجاحه 80-85%. وفي علم النسور الشرجي لما حاجه توصل لنجاح 80-85% الناس تطلع بيها السماء. طيب ما وقفتش بقى الحكايه عند استخدام الليزر، بقى في حاجه اسمها فافت،
فافت او فيديو اسيستد فيستولا تريتمنت. طيب احنا كانت الليزر ده كان عظيم جدا. طب كان يعيبه ايه بقى في التكنيك ده؟ انك وانت بتدخل الاوبتيك فايبر او القسطره جوه التراك ما انتش شايف، يعني بتدخل اوبتيك فايبر وتحرق، بتعتمد على شطارتك وعلى خبرتك وحاجات زي كده، لكن مش شايف التراك ده بيحرق فين، يعني مش شايف الليزر شكله ايه طالع فين، ومش شايف البرانشز ولا شايف حاجه، مش شايف تفرعات، مش شايف تفرعات. لانه ساعات الناصور ما يبقاش خط بس، كانه قناه، ده بالزبط. قناه ليها فروع برانش. طب اذا بقى في شركه، طبعا شركه امريكانيه عظيمه جدا، اخترعت حاجه اسمها فافت، اللي هو المنظار الصغير اللي بيدخل، اللي هو ده المنظار، ده بروب كده بيدخل من الاكسترنال اوبننج. هوريك فيديو ليه دلوقتي عظيم جدا. طب اذا قدرنا نشوف جوه التراك، تتخيل كده ان احنا هنشوف، هندخل جوه التراك نفسه. التراك ده رفيع، رفيع جدا بالملي، وعشان كده احنا كده داخلين، خلي بالك الويتس ده كله 3 4 ملي ولا حاجه بالكتير، يعني احنا كده جوه التراك، فبقينا شايفين ما داخل الناصور. دي اصغر كاميرا شفتها. لا 4 ملي. ملي. دي اصغر كاميرا شفتها، يعني انتوا دلوقتي بتشوفوا اصغر نوع من المناظير على الاطلاق. بالظبط، اصغر نوع 3 4 ملي، احنا جوه التراك. انا نفسي الحقيقه يعني ما كنتش متخيل ان ممكن يجي اليوم اللي ابقى شايف فيه الناصور، يعني شايفه رؤيه العين كده. يعني انت لما بتحكي لي دلوقتي بتقول لك وانتوا يعني بتحلموا ان انتوا تدخلوا جوه الناصور. الناصور ده يا جماعه عباره عن قناه رفيع بالزبط. جدا زي الشعره تقريبا، رفع شعرتين جنب بعض. صحيح صحيح، بالملي يعني. يعني حتى لما قلنا ناصور كبير شويه اقول لك ده 6 ملي مثلا، ده 5 ملي حاجه كده يعني. فبقينا بنشوف جوه التراك، ما بقيناش بنعمل الليزر لوحده، بقينا بنعمل الليزر كومبايند ويز فافت، يعني واحنا شايفين كده. فبقينا نشوف لو في برانش دلوقتي هنشوف هو كانه حاره كبيره جوه الشارع يعني، فبقينا بنحرق. طبعا متكبر الصوره دي متكبره جامد، متكبره طبعا، ماجنيفايد كبير طبعا. احنا كده جوه التراك، ودلوقتي بنحاول نعمل شويه ديبرايدمنت، يعني نطلع كل النكروتيك تيشو اللي جوه زي ما حضرتك شايف دلوقتي، الخلايا والانسجه الميته، وبعدين بقى نحرق. بعد ما نخلص نحرق بالليزر. فنبقى خلينا النجاح اللي كان عظيم جدا بالمناسبه، التمرين 85% ده اصبح 90% و95%، وبالعكس كمان يعدي حاجات كبيره قوي لما بدانا نستخدم الافكار بتاعه الشركات المختلفه. الليزر ده اللي بتعمله شركه المانيه عظيمه قوي، والفافت ده شركه امريكانيه، او ما اعرفش ينفع نقول اسامي ولا لا، لكن جبنا الشركه دي مع الشركه دي، وبقى الاثنين كومبايند ببعض، فعملوا تكنيك حلو قوي انك تحرق. نقول اسامي يا اسامي، مش محتاجين دعايه دول يعني. الفافت ده من شركه ستورز، ستورز الامريكيه، والليزر من شركه بايوليتيك، والاثنين بالمناسبه من اكتر الناس اللي بتنافس بعض يعني. لكن مؤخرا لما بداوا يشتغلوا سوا، يعني في ورك شوب الاخرانيه اللي كنا بنعملها، لما بدانا نعمل الحالات واحنا واخدين من هنا احسن حاجه ومن هنا احسن حاجه، الحقيقه ليزر مع منظار، ليزر مع المنظار، مع الفافت بالظبط. ده مش منظار بالمعنى المفهوم، ده نقول عليها كاميرا 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 بالظبط. هي البروب الصغير اللي قدام ده بيدخل جوه الاكسترنال اوبننج، وده اللايت سورس بتاعه اللي طالع فوق اللي لافف على بعضه ده، والورا ده تشانل بتخلينا انا ادخل فرشه، اقدر اكحت حاجه، ادخل قسطره الليزر، اقدر احرق بيها. الحقيقه بقت نتائج عظيمه جدا. وتخيل بقى ان احنا تطورنا من ايام ما كنا بندخل حته حديده ونقطع كده، الى ان احنا بقينا بنعمل الحكايه دي باستخدام الليزر وباستخدام المناظير، فالنتائج بقت عظيمه. واللي اهم من ان النتائج بقت عظيمه، ان السيفتي بقى 100%. بقيت انا اقدر وانا قاعد في العياده اقول للمريض احنا هنعمل عمليه ناصور شرجي ايا كان صعوبتها، و100% مش هيحصل انكونترنس، 100% عدم تحكم في البراز، في البراز تبرز. انا اخش العمليه وهو كمان في بطننا بطيخه صيفي زي ما بيقولوا، ان مش هيحصل. التخوف الكبير بالظبط اي مريض بيفكر فيه بالظبط، انه ما يحصلش ابدا ابدا الحمد لله يعني. ويمكن احنا على مدار الخمس ست سنين اللي فاتوا يمكن عملنا اكتر من 10,000 مريض، يعني ما عندهمش ولا واحد الحمد لله يا رب بفضل من ربنا جاله مساله الانكونتنس دي ابدا يعني. تنورتني وسعدتني. الله يخليك. وكالعاده ابدعت وابهرتني النهارده. الله يخليك. بالحاجات الجديده الجميله دي. ما تنسوش انه يعني الامراض زي الناصور الشرجي وغيرها بترتبط ارتباط وثيق جدا بكثير من الامراض، يعني مثلا السكر، نقص المناعه، اللوكيميا، مشاكل النخاع العظمي، كل ما المناعه تقل كل ما فرص الانفكشن العدوى تزيد، والعدوى او الانفكشن بأورجانيزم ايا كان
ده ممكن يكون بداية المشكلة. ضيفي العزيز الأستاذ دكتور محمد النجار، استشاري جراحات الشرج والمستقيم، عضو الجمعية الأوروبية لجراحات الشرج والمدير لمؤسسة سيموكيور لعلاج أمراض الشرج والمستقيم. أبدعت كالعادة ونورتنا بالمنظار بس في قناة يعني في حلقتنا وبال يعني بقول إيه ده، حد يتخيل إنه مليمترات شاف بالمنظار؟ العلم ملوش يعني، علم المناظير وعلم الكاميرات علم متقدم للغاية للغاية، وده مهم جدا. وقتها الليزر أيضا فرق كتير جدا في عالم الجراحات أكيد، صحيح. وخلى هذه الجراحات بعد ما كانت جراحات مزعجة للغاية أصبحت جراحات مأمونة للغاية، ودي مهمة جدا. خليكم دايما مع ناس الحلم. سؤال الأكيد دلوقتي ناس كتير بتفكر فيه، في علاقة بين الهرمونات وتساقط الشعر؟ يا جماعة والله الصحة مش مكلفة خالص. بالصحة على فكرة، الصحة مش مكلفة جدا، بالعكس ده قلة الصحة أو الضرر بالصحة ولا مكلف. الشعر ده ما هو إلا إنديكيتور زي ما قلنا إن في مشكلة أنا همشي وراها لحد ما أجيب أساسها فين. هل أساسها في الكبد؟ هل أساسها في الغدة الدرقية؟ هل أساسها في الست بتمر زي ما قلنا بمرحلة سن اليأس؟ هل في ستريس جامد في حياتها فالكورتيزول عالي والأدرينالين عالي؟